والله يعني بداية يعني مو من هواة البلابل أو الطيور أو شو اسمه، بس مريت هنا بالشارع شفت هذا هاي البلابل وهاي اللي يعني قلت خلي أجرب يعني أجني هاي البلابل حوب أو اي هالشكل يعني جيتي اي بقفص زينه مجرد زينه اي نسمع اصواتهم نسمع شو اسمه تناغمهم يعني عندكم احد يحتني بيه لا اي يحبون الاطفال اي يعتنون بهن اكيد دائما تجي لا والله انا اول مره جاي يعني بسم الله الرحمن الرحيم هنا نتواجد احنا كل جمعه وقفه الطيور وهناك وقفه الدجاج بنواعها هنا كلاب بزازين وهناك اكو جمباز بالسوق المسقف نهايه السوق جمباز هم من مال حمام هنا وهنا نتونس يعني حمام انواع الحمام كل جمعه احنا موجودين به بيع وشراء مو سوى اكو بربع واكو بلف واكو تك بخمسة واكو بعشرة واكو الزوج بمليون واكو بخمسمية حسب الطير نوعه وجماليته اكو ناس تاخذ جمالية اكو ناس طيرة الطير ايه الزاجل وغيره هسه الزاجل يعني حاليا بالصويرة هنا ايه بلف خمسمية الزاجل الاحمر غالي يرجع المكان اذا ما تقصه وهاي يرجع عيون صباح الخير جمعة مباركة هنا شوف عندنا هاي الشريحة الجميلة الشريحة الراقية شريحة الجناية يعني اغلب الناس تحكي عن الجناية تحكي عن الناس تقول هذول مطيرتية بس بالعكس دول اجمل شريحة يعني دول اجمل شريحة بالمجتمع ناس فقراء متهدين يعني ما لهم شغل بحد لا بالسياسة لا بحكومة لا بدولة ناس بسطوحة 6-9 تتونس هنا نجي يوم الجمعة نجي من الساعة 7 الصبح للساعة 11 للساعة 10 ينتهي هذا السوق ناس تجي تشتري وتبيع تجيب حمامة اللي يصيد حمامي كرضة يجيب هنا ينزل يوم الجمعة لأن أغلب هاي تجي من المدينة وخارج المدينة تجي الناس اللي مضيع لطير يجي يلقى هنا يشتري واللي كان لطير يجي هنا يلقى يشتري ياخذه بس معاناتنا احنا للدولة يعني ما جاي تنزلنا المخبوط الخلط مال الحمام يعني جاي بيعونا الكيلو بألف وربع والله ما يرضاها يعني هو الطير بألف دينار وانت تشتري له خلط بألف وربع يعني خسارة مو ربع فنرجو من رئيس الوزراء يدير باله على شريحة المجتمع شريحة الجناية ينزلوا الأكل يديرون بالهم علينا بالمخبوط وشكرا والله هذا القبش هو طير بري بالأساس بس جبناه وجابوه من الشمال من حبسوه بقفاصة وصار قام يتوالف هنا ويتكاثر وبش أكثر شيء أي مهم هي بنوعيات اسعارهم والله هسه هذا العدن الماشي مو غالي يعني 25 15 الزوج اي زين هذا وكيلي اي طيب بشكل اي والله يشترونه اكثر شيء يشترونه اي والله للجنو للاكل اثنينهم والله اي بي الوان بي الوان ابيض واسود ومنقط هذا نحن نصير منقط اي وبي الاحمر الاحمر غالي الاحمر حتى الزوج ب 500 الف وماكو عليكم شلون قلبك لبسي بي احمر اكو بي واكو ابيض واكو اسود الاغلبيات الابيض والاحمر مرغوبات بس احنا هسه اللي نشتري حاليا الاسود عندنا الماشي هي للذبح طيب لحمه يخبط لا لحم الذكر عطيه الدوده لا ذكر هي ذكر ايش قد يبيع هو صيف وشتاء ما يخضع لا هو ولا دجاج لا 29 يوم 29 يوم ما يفقس كم بيابا اكو 40 اكو 35 كذا الوحده نفس نفس النذية نفس الوقت شي يحب جو بارد وحار
نفس الشيء لبسيبس. ما نفس لبسيبس او عادي نفس الدجاج. هو نفس الدجاج. لا هو حلف فضلات تمن كل شيء يعني. عليه سحب بس مو يعني كان نقول لي الكرات. يعني من ده اي للي الكرات. يعني مو عيون.